المطار يعني صار لنا 4 سنين متحررين نحن من بالنسبة لوضعنا الاجتماعي. المطار متروك هاي عدة أشهر وسنين، سعوا في المستقبل النواب والمركزية في بغداد بأن المطار سوف يجي شركات تركية وفرنسية يعملون المطار، والمطار يعني ما هذاك العلم الذرة خاطر ينقاد له فقد علم طويل أو شيء، شركة واحدة بسيطة من المواصل، شركة إذا يحيلون على محافظة نينوى الله وكيلك بشاغين يكملونه. لو كانوا صادقين معانا مع مركزية صادقين معانا في محافظة نينوى، نحن كثير يعني متضررين في المحافظة، يتعنى على أربيل ويتعنى على بغداد جهد كبير، أكو مرضى أكو كثير ناس مرضى يتعنى لي بغداد وللأربيل دي سافر على يغير من مسار الاقتصاد في نينوى وغير من مسار الاقتصاد في نينوى. طبعا هذا الناس تجينا من جميع دول العالم، كان سعنا احنا سياحة كبرى طبعا مهدم المطار لأنه ماكو حكومة تولينه المهام وتعطينه الاهتمام حتى يعملونه حتى يعمرون الموصل. وين الحكومة اللي تعمل الموصل؟ ماكو. زين هم كل مرة يقولون راح نسوي صار 4 سنوات ما مسوينا. هم اللي أهم منه المستشفيات لحد الآن ما سووه، والجسور ما سووه، وكل شيء ما راح يسوون، وحكومة فاشلة وكذابين كلهم. طبعا هم حرامية، هم حتى الطفل اللي بالشارع اذا تساله يقول لك هذول كلهم حراميه وبواقين. زين احنا بنسوي المطار الموصل ما راح تستفاد؟ شو ما تستفاد؟ ماكو فقره تسويها، شارع اذا تسويه تستفاد كل العالم. شارع اذا تسويه 10 امتار تستفاد. هذا الجسر الثالث هاي كم مره دي يفتتحوه العالم وين وصلت ونحن وين؟ اخي يحيى منطقه يحيى الايمن كله باكمله، يعني الموصل احنا حرمات نقول عندنا، مطار ما عندنا، احنا تعد ثاني محافظه بعد بغداد، يعني عدد سكان 4-5 ملايين محافظه ما عندنا مطار العد، مطارنا نروح على السليمانيه وعلى اربيل ليش؟ هاي ونسمع مطار جت شركه فرنسي، جت شركه تركي، جت شركه الماني، كلها كذب كذب، بس سؤال وجواب واستقبله وراحت مونيكا وجت مونيكا وكل شيء ماكو. بس اعلام اخي فعل ماكو. يلا المطار هسه عمروه نظفوه، لا نسمع بالشركات والله اليوم وغدا وبعد اسبوع وبعد يوم، بس كل شيء ماكو. والله تعرف يعني هو المسؤولين عن وين تمام ولا لا؟ يجي الانتخابات تعالوا يجون يفترون على المناطق، بس من ماكو انتخابات لا احد حتى سنه بعد ما يسلم عليك حقيقه. انا شنو رايك بدال الحكومه؟ والله ايش اقول لك، يعني ما قدموش استسال، ما قدموش قدموا شيء؟ مطار لبانينا شبر مو بس مطار، تروح منطقة سياحية عندنا شلالات أبسط شيء، كل هالأشجار حلوة تماما لوين؟ ليش روح قاعد على الشمال السياحة؟ عندنا سياحة هنا فندق دينا وفر منارسفة ما أدري شنو عايفين عندنا بيوت مهدمة لحد الآن.